السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد فيديو اليوم ماينكرافت. طبعا يا شباب آسف على القطع، كنت مريض وكان عندنا شغل. وهاي الحلقة الثالثة من ماينكرافت، لا تنسونا من لايك وشير سبسكرايب، مشاهدة ممتعة. أول شيء خلينا نشوف الكهف. طبعا آخر شيء حفرنا هنا بالكهف، و صدقون هنا في كهف، اوكي. لا، شبك العنكبوت، شبك اوكي، خلينا نكسره. كسر هو بالسيف اتوقع. ايوه، بس والله عيال، هنا في منطقة اوكي، في فحم هنا. اوكي، نكسره. ارجع ارجع ارجع، سكره يا ولد، ارجع لورا، سكره، نبلش الحين. اوكي، طبعا هنا ضايق، فبكسره وبرجع لكم. اوكي، بعد ما كسرناه بنروح نجهز أغراضنا ونجهز كذا، لأن بنفوت الكهف هذا. شيخ، نحط أغراضنا. أوكي، وش بناخذ كمان؟ طبعا عندنا هنا الأيرون، لازم نحطه على الفرن حتى يصير لنا حديد. أوكي، هنا في خشب، ما يحتاج. الحين هذا الأكل اللي تبقى الفرن، ناخذ الستيك، بناخذ ستيك عشان نعمل اكس، ما ادري اكس، بيكاكس اسمه، الاكس اللي يكسر الاكس اللي كسر الخشب، والبيكاكس اللي كسر الحجر. اوكي، تاج هنا، اثنين كذا حطه. اوكي، هذا واحد من حجر. اوكي، نعمل اكس، هذا اسمه. اوكي، بنعمل سيف لنا. اوكي كذا تمام، اوضعنا في السمبتك. بس نحتاج للرحلة كمان فرن تحت، فرن وش نحتاج بعد؟ نحتاج سرير حتى ننام، لأن يمكن لما نطلع كنا الدنيا ليل فما نقدر فننام أو نطور رحلتنا تحت. أوكي، خلنا نكسر هذا عشان نكسره يروح. خلينا نكسر ذا. اوكي، كسر ذي الخشبة، ودني ليل، خلنا بنروح ننام. اوكي، يا صباح الخير والخيرات. اوكي، الحين بنبدأ. هذا مكسره من عندي، بنحتاج هنا أول شيء، ثاني شيء بنكسر ده. أوكي، نبدأ نروح نجهز أغراض ثانية للكهف. أنا بنروح خلاص. أوكي، في خشب، نكسر دوري برضو. هين بعد ما تكسر
حزوني. اوكي بناخذ السك الحين، وانا اقول ان الكهف نحتاج اكثر، صح؟ حق ان نحتاج اكثر. اوكي نحتاج بيكاكس. كذا بنرتب الاكل اول شيء الرحلة. اوكي شو بناخذ كمان معنا؟ شو بناخذ؟ شوف دقيقة، اتوقع تفاح نحتاج وحدة خليها معنا، وشمع برضه اهم شي الشمع، بس ما يكفن. اوه ما يكفن، 6. ناخذ درت اذا احتجنا نسكر ولا نعمل شي. اوكي وش نحتاج بعد؟ وش نحتاج بعد؟ وش فيه ناخذ بعد؟ طبعا انا ما بروح الحين وبتفقد، لان يمكن انسى غراض وارجع. اي رجعناه. اوكي كل شيء مالي، تصدقون كني بحتاج، راح احتاج سرير ارقد تحت. اوكي بسم الله. اوكي شوف الكهف هنا، منور ترى الكهف هنا. راح ابحث عن جلد ال شو يسمونه ذاك، العنز من دل الخروف، بجيبه عشان اعمل سرير لي ارقد بالكيف. طبعا بروح ادور جلد الخروف وارجع لكم. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. Perhaps one day you'll find a way to come and meet. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He even mocks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. Lose a beat. Perhaps one day you'll find a way. Sheep. He's shown the sheep. He even mocks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He's shown the sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. Lose a beat. Perhaps one day you'll find a way to come and meet. He's shown the sheep. اوكي يا اخوان، بعد كل هالعناء ما قدرناش نلاقي غير جلد واحد من الخروف. اوكي بنظبط وضعنا من اللحم وبشويه هنا. اوكي صوت السيارات عندي في المونتاج بيخرب المونتاج عندي. اوكي ما علينا، بناخذ هنا فحم وبنعمل شمع. اوكي كم شمعة يطلع لنا؟ اتوقع كم؟ اوكي 26 صار.
حلو، أتوقع إنه لازم نركض. أوكي طيب، طبعا بنكمل المشوار وبنروح لحتى نلاقي جد للخروف وبرجع لكم. أوكي أوكي وهسه لازم نجهز أغراضنا عشان نروح الكهف نبدأ مغامرة. أوكي نحتاج شوية أغراض من هنا، ناخذها وبننطلق. أوكي.